سيكون هناك نوع من التحالف مع جزء من المجتمع المدني. حنا أصلاً نعطيو من جهة آخر هذا المشعل ديال النضال الديمقراطي في بلادنا. العرض السياسي الذي يحمله الحزب بطبيعة الحال، حنا سخنا اشتغلنا في الفيدرالية بورقة سياسية وورقة تنظيمية. كان عندنا مجموعة من الوقفات محلية، الجلسة الفيدرالية وتنظيمات الفيدرالية بثلاثة، بالإضافة إلى تنظيمات أخرى هي عنف هذا الجبال. اليوم تنظيمات مكونات فيدرالية اليسار نظمت هذه الندوة الصحفية من أجل إعلان انطلاق تحضير المؤتمر الاندماجي بين مكوناتها بانفتاح على الطاقات اليسارية في بلادنا، وكذلك نعطيو الرأي العام الوطني عبر الصحافة الوطنية فكرة على المفكرين والنشطاء والفاعلين من خارج الفيدرالية اللي يشاركونا في هاد العمل هذا ويرافقونا في تحضير المؤتمر الاندماجي. هذا المؤتمر الاندماجي بطبيعة الحال كما تعلمون هو مقرر من طرف فيدرالية اليسار هذه تقريبا أكثر من سنتين، وكانت بعض العوائق مع هادشي ديال الكورونا جعلنا اننا نتاخروا شويه، لكن حنا اتفقنا باش يكون هذا المؤتمر الاندماجي نهار 16 17 18 دجنبير 2022 بوزنيقه ان شاء الله. الندوه ديال اليوم جات في اطار واحد البرنامج اللي وضعته الهيئه التنفيذيه من بعد مصادقه الهيئه التقريريه الاخيره اللي انعقدت في 8 مايو الجاري على مجموعه من المخرجات، كان اهمها هو تحديد تاريخ المؤتمر الاندماجي اللي غادي يكون في 16 17 18 دجنبير 2022. وكانت اهميتها ايضا في اننا اليوم غاديين نحو المؤتمر الاندماجي ماشي فقط كمكونات ثلاث ديال فيدرالية اليسار، ولكن ايضا منفتحين على مجموعه من الفعاليات السياسيه من يساريين وديمقراطيين اللي مقتنعين بالمشروع ديال الفيدراليه اللي هو تيجي مشروع في اطار اعاده بناء اليسار باش يمكن يكون قادر على القيام بالمهام ديالو في اطار واحد التغول واحد الهيمنه اللي تنعرفوها واللي فقدات العمل السياسي النوبل ديالو والاهميه ديالو امام اوضاع اللي كيعرفها الجميع اليوم، اللي صحات كتعرف يعني واحد التدهور ملحوظ في اطار تراجعات خطيره، في اطار يعني رجعنا للقمع بكل تجليات ديالو، رجعنا لضرب القدره الشرائيه. هناك مجموعه من القضايا اللي مطروحه اليوم واللي اليسار يعني هو اللي خصو يدافع على هذه القضايا هذه المختلفه في علاقته يعني بانتظارات المواطنات والمواطنين. في هذه الندوه الصحفيه قدم الرفيق علي بطواله باعتباره المنسق الوطني حاليا للفيدرالية فيدرالية اليسار، قدم تقريرا عاما وتصريحا صحفيا أمام الصحفيين، ذكر فيه بالخطوات التي قدمنا عليها والخطوات التي تنتظرنا في مسار تأسيس هذا الحزب السياسي الجديد، ونبهنا إلى أن الأمر لا يتعلق بمجرد اندماج ولكنه عرض سياسي جديد وحزب جديد. هذا الحزب الجديد يضم المكونات الثلاثة ويضم أيضا فعاليات وتيارات ومجموعات وبعض المجموعات المنظمة التي يمكن أن تلتحق بنا بشكل جماعي وليس فقط بشكل فردي، بشكل جماعي بحال المجموعات التي نظمت نفسها في إطار البديل التقدمي مثلا، أو مناضلين كانوا رموز لتيارات يسارية اليسار الجديد بحال التدموري بحال أبناء اليسار الجديد الآخرين الذين أرادوا اليوم أن ينضموا إلى هذا العمل، بالإضافة طبعا إلى مناضلين سيدعمون هذا العمل كانوا في تقدم شراكية أو في اتحاد شراكي أو في غيره أو في اليسار الجديد يدعمون هذا التأسيس، لأنه يشعرون بأن البلاد في حاجة اليوم إلى حزب يساري جديد يعيد الاعتبار للفكرة اليسارية ويتفادى الأخطاء التي ارتكبت في الماضي من طرف الأحزاب اليسارية. ما غيكونش انتخاب اذا في الهياكل القياديه، سيتم تشكيلها بالتوافق. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.